بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم. هذه السرية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خثعم، بلاد في اليمن دون اليمن قليلا، وهي توجهت إليها في صفر سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف ولم يحج تلك السنة، وإنما جعل على الحج في سنة 8 عتاب بن أسيد أمير مكة. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر سنة 8، ووجه صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل ومعه 20 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى خثعم ليدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا قاتلوهم. نعم. وكانت في صفر سنة 9. قال ابن سعد: في أول السنة. نعم. قال ابن سعد: قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة. ناحية تبالة، تبالة في طريق اليمن اللي تأمر عليها الحجاج، جاء يبحث عنها لما أرسله عبد الملك بن مروان أميرا على تبالة. قال: أين تبالة؟ قالوا: امش قدامك. ويمشي يمشي حتى وصل، قال: وين تبالة؟ قال: وراء الأكمة ذي. قال: خير في ولاية خلف أكمة. ورجع من طريقه، قال: ما أبيه. فرجع. هذه تبالة كانت مأوى لخثعم يجتمعون فيها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها. ما يملكون إلا 10 أبعرة، ما عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا 10 بعارين أعطاهم إياهن يعتقبونهن. هم 20، واحد يمشي نصف الطريق ويركب نصف الطريق، هكذا يتعاقبون الإبل رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة الحاجة والفقر. فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجب عليهم، فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه. ثم أول ما مسكوا هذا الرجل من تبالة، فسألوه وإن كذا وإن كذا، وصار يحجج لهم ويتلفت ولا يعطيهم خبر، وينادي الحاضرة، ينادي الحراس عنده: هلموا هلموا. فقتلوه واستراحوا منه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه أخذ يعلب عليهم، فقتلوه واستراحوا منه. نعم. فسألوه واستعجم عليهم، يعني صار ما يعطيهم خبر. فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه. ثم قاموا حتى نام الحاضرة، فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين. أول صبروا بعدما قتلوا هذا الرجل، صبروا عليهم حتى ناموا، حتى يغيرون عليهم عند النوم، لأنهم بلغتهم الدعوة، فلا يخلو الرجل إذا بلغته الدعوة فيغار عليه، وإذا لم تبلغه الدعوة
فيبلغ دعوة الله إليهم بالإسلام، إن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب قاتلوه. فهؤلاء بلغتهم الدعوة وطلبوا منهم أن ينقادوا معهم فأبوا وقاتلوهم رضي الله عنهم. نعم. فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين، حتى كثر الجراح في الفريقين، بالعشرين من الصحابة مع أهل المكان تقاتلوا تضاربوا شدد الجراحة عليهم. وقتل قطبة بن عامر من قتل وساق النعم والنساء والشاء إلى المدينة. وفي القصة أنه اجتمع على النساء وبعض الرجال والإبل والخيل والمشاة وساقوها معهم إلى المدينة غنيمة لهم. وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما، استيقظ الحراس وتنبهوا وعلموا أن هؤلاء الصحابة أغاروا عليهم وسلبوا نساءهم وسلبوا المال وساقوا النعم الإبل، قالوا نغير عليهم نساءهم، فتبعوهم أكثر منهم، أهل البلد كلهم تبعوهم. فأرسل الله جل وعلا معجزة وكرامة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سيلا ما يدرون من أين جاء، مع الوادي حال بينهم وبين أن يلحقوهم، فكانوا يرونهم خلف الوادي يسوقون النساء والأطفال والغنيمة ولا يدرون أين جاء السيل هذا العظيم. فانتظر هؤلاء حتى سار الصحابة بمن معهم رضي الله عنهم، ساروا الصحابة بالغنيمة. فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. حتى غابوا عنهم فرجع أولئك منهزمين. هكذا الله جل وعلا يعمل لرسوله وللمؤمنين، يرسل الرياح ويرسل المطر ويرسل السيل الجارف يمنعهم من السير والوصول إليهم. فهذه معجزة وكرامة من الله جل وعلا ساقها لهؤلاء القوم من الصحابة رضي الله عنهم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه تسمى سرية قطبة ابن عامر إلى خثعم رضي الله عنه، سراء سريع عن قطبة ابن عامر رضي الله عنه. يقول السائل: جئت من مصر لغرض زيارة ابني بجدة وللعمرة أيضا، وبعد أيام أحرمت من جدة وأديت العمرة، ثم أديت ثلاث عمر عن أقاربي، وفي الأخيرة بالأمس سهوت عن الحلق والتقصير، فما حكم إحرامي من جدة وأنا من مصر، وكذلك تكراري للعمرة ونسياني للحلق؟ أخي، مجيئك من مصر بقصد العمرة وزيارة ابنك هذا حسن، لكن يجب عليك أن تحرم من الميقات، لأنك قاصد للعمرة والميقات بينك وبين جدة، فابنك بعدما تتجاوز الميقات تمر عليه وتسلم عليه، ولا يسوغ لك أن تدخل جدة وأنت لم تحرم ما دمت قاصدا العمرة. فلا يخلو إن كنت قاصدا العمرة وأنت في مصر، فيجب عليك أن تحرم من الميقات قبل أن تدخل جدة. أما إذا قصدت زيارة ابنك وإن تيسر لك العمرة اعتمرت، وإن لم تتيسر فليست بلازمة عندك، فلا بأس عليك حينئذ لأنك لم تقصد العمرة.
ثم إحرامك هذه العمرة المتكررة من جدة ما يحسن أخي ذلك، لأن العمرة هي التي تقصد بها مكة، وأنت جئت من جدة مكررا للعمرة، فلا بأس إن شاء الله عمرتك صحيحة، ونسيانك الحلق في المرة الثالثة أو الأخيرة لا بأس عليك في هذا إن شاء الله. فإذا كنت في هذه المرات المتكررة تعود إلى جدة وتجلس عند ابنك، ثم يطرأ عليك الرغبة والزيارة للمسجد الحرام، فتحرم من جدة فلا شيء عليك، لأنك خارج مكة وتريد العمرة فتحرم من مكانك. يقول السائل: خثعم الآن من اليمن أم من غيرها؟ خثعم قبيلة وجماعة يصيرون باليمن ويصيرون خارج اليمن، يقيمون حيث شاءوا، فليست مكانا يقال هي داخل اليمن ولا خارجه، وإنما هي قبيلة، مثل ما تقول قبيلة تميم، قبيلة تميم تسكن في بلاد تميم تسكن في غيرها، وكذلك خثعم تسكن في أي بلد تشاءه. يقول السائل: هل يجوز الترحم على الحجاج؟ الحجاج أحد الولاة وهو مسلم وله محاسن وله مساوي كثيرة، وأمره إلى الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر على المتوفى علما أنني جئت من المدينة المنورة بعمرة لنفسي وأنا ساكن بالجزائر، من أي مكان أحرم؟ الإحرام تحرم من أي مكان تريد مكة فيه. أنت إذا أردت مكة من جدة، أنت ساكن في جدة وأردت مكة، تحرم من مكانك. إذا كان مكانك خلف الميقات فأنت تحرم من أحد المواقيت، أما إذا كان مكانك دون الميقات كمن كان في جدة مثلا فإنه يحرم من جدة، لأن جدة دون الميقات، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فعليك أن تحرم من حيث أنشأت العمرة في أي مكان كنت فيه. يقول السائل: رجل جاء لأداء العمرة فطاف بالبيت ولم يكمل السعي، ثم تحلل وخرج من مكة وهو لا يعلم الحكم، ثم عاد بعمرة ثانية، ماذا عليه؟ طاف بالبيت ولم يكمل السعي، ما تمت عمرته إلى الآن، عليه أن يكملها بالسعي حتى إذا تم السعي يقصر أو يحلق والحلق أفضل وتتم عمرته الأولى، ولا يجوز له أن يدخل عمرة على عمرة. يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، ما هو وقت هذه الأربع ركعات؟ هل هو قبل أذان العصر أم بعده؟ هذه الأربع ركعات نافلة، يصليها قبل صلاة العصر بعد دخول وقت صلاة العصر. قبل دخول وقت صلاة العصر يعتبر هذا من وقت صلاة الظهر، أما إذا دخل وقت صلاة العصر فتصير قبل العصر، يعني يصليها قبل صلاة العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا من الصلوات المستحبة، يستحب للمرأة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات نفلا، وليست براتبة وإنما هي مستحبة تطوعا، إن صلاها بسلام واحد أجزأ، وإن صلاها بسلامين فحسن. يقول السائل: هل الدعاء يغير المكتوب؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، خذ كتابك بيمينك، وغيرها من الآيات التي تدل على المكتوب. الدعاء لا يغير المكتوب، المكتوب على ما كان عليه، إقامة الدعاء من المكتوب، يعني أن الإنسان عليه أن يسأل الله جل وعلا، وسؤال الله جل وعلا من المقدر المكتوب، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون،
فهو يعلم كل شيء جل وعلا. يقول السائل: ما حكم أداء عمرتين في سفرة واحدة مع الإحرام من التنعيم؟ هذا فيه تفصيل. إذا أدى عمرتين في سفرة واحدة كان يكون جاء من مصر وأحرم من الميقات ثم سافر للمدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة ثم سافر للطائف وأحرم من ميقات أهل الطائف ودخل مكة بعمرة ثالثة ثم سافر إلى جدة وأحرم من جدة بعمرة رابعة فلا بأس، لأنه في كل هذه العمرات يكون قاصدا مكة من خارجها. والعمرة المشروعة هي التي يقصد فيها المرء مكة من خارجها. أما إذا أحرم من التنعيم وأدى عمرته ثم أحرم مرة ثانية وأدى عمرته ثم أحرم مرة ثالثة وأدى عمرته من التنعيم فهذا لا ينبغي له، لأن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة من التنعيم. يقول السائل: جئت من الرياض إلى جدة قاصدا العمرة ولم أحرم إلا من جدة، هل علي هدي؟ في هذه الحالة تقول إنك لم تحرم إلا من جدة، فيجب عليك الإحرام من الميقات قبل الوصول إلى جدة، لأن الرياض مثلا إذا جئت من تمر بالسيل تمر بوادي المحرم، فيجب عليك أن تحرم قبل أن تصل. إذا أخرت الإحرام ولم تحرم إلا من جدة فقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك، فالمعتبر لك أن تحرم من وادي المحرم أو من السيل، هكذا يجب للمرء أن يحرم منه. فإن كنت لم تنوي العمرة إلا وأنت في جدة فلا بأس عليك حينئذ. إذا لم تنوي العمرة إلا وأنت في جدة، جئت إلى جدة قصد زيارة أو غرض من الأغراض ثم أحرمت بعدما نويت العمرة لا بأس عليك، لأن إحرامك من جدة لا بأس به ما دمت ناويا العمرة منها. أما إذا جئت من الرياض ناويا العمرة فيجب عليك أن تحرم قبل الجدة، لأن جدة داخل الميقات، فيكون في هذه الحال عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام لتركك الواجب، وتصوم هذه 10 بعد رمضان إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن يغيب الإنسان عن زوجته أكثر من 6 أشهر لضرورة؟ إذا اتفق هو وزوجته على ذلك ورضيت الزوجة بذلك فلا بأس، لو تأخر عنها أكثر من هذا، إذا كانت تعلم أنه سافر لطلب العلم أو للتجارة أو لكسب الرزق لها ولأولادها فلا بأس عليهما ما داما تراضيا على ذلك. أما إذا لم يتراضيا ولحت عليه زوجته بأن يأتي إليها أو يأخذها معه أو يطلقها فيجب عليه أن يفعل واحدا من 3. يقول السائل: هل يجوز حجز المكان في المسجد الحرام للصلاة أو لحضور الدرس؟ لا بأس بهذا ما دام أنه داخل المسجد. إذا وضع سجادة أو شيء ما في الصف لأجل أن يحضر الدرس أو لأجل أن يطوف بالبيت أو لغرض من الأغراض التي تكون داخل المسجد فلا بأس عليه في هذا، لأن في هذا مصلحة. أما إذا كان يحجز المكان وهو راقد في بيته أو يبيع ويشتري في دكانه فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ها
هذا حديث صحيح ولا إشكال فيه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فيجوز للمرء أن لا يزيد ويجوز له زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة ولا قال لنا لا يجوز للمسلم أن يزيد على 11 ركعة، وإنما هو يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة، فأنت بالخيار، إن شئت صلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو 10 ركعات أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك فلا حرج، وإنما عليك أن تنهي صلاة الليل بوتر بركعة واحدة، والوتر حق، ويجوز للمسلم أن يزيد على 11 وأن ينقص منها، للمسلم أن يزيد على 11 ركعة وله أن ينقص من 11 ركعة. يقول السائل: هل يلزم شرب ماء زمزم جالسا؟ شرب ماء زمزم يحسن أن يشربه جالسا، فإن شرب قائما فلا بأس، لأنه يجوز للمسلم أن يشرب قائما. يقول السائل: نحن جمعية لغسل الأموات، يأتينا ناس لا ندري هل كانوا يصلون أم لا، ما حكم غسلهم؟ عليك أخي أن تحسن الظن بمن جاءك مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب منك تغسيل ميته أو تصلي عليه، تصلي عليه وتغسله وهكذا فلا بأس، ولا يلزمك أن تسأل عن شيء من ذلك، ما يلزم، لأن الأمر لله جل وعلا، ولا يجوز لك أن تقول هل صاحبك يصلي أو لا يصلي، الأصل أنه ما جاءك يطلب منك الصلاة عليه أو تغسيله إلا أنه يصلي إن شاء الله، وعليك بإحسان الظن بالمسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول السائل: ساعة الإجابة يوم الجمعة، ما الآراء الصحيحة فيها؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجيب له، ثم اختلفوا في هذه الساعة رضي الله عنه من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فقيل هي آخر ساعة بعد العصر، وقيل هي حين عندما يخضر الخطيب حتى تنتهي الصلاة، وقيل غير ذلك، أقوال عدة، فعليك أن تحرص على هذه الأقوال وتأتي بها كلها، تحرص على ساعة الإجابة لعلك تصادفها. يقول السائل: هل يجوز التسمي بأسماء ريتاج وريماس؟ هذه الأسماء إن كانت أسماء كفار فلا يجوز للمسلم أن يتعمد التسمية بها، وإلا فلا بأس، لا حرج عليه لو تسمى باسم كافر لا بأس، لكنه يكره له ذلك، يكره له أن يتسمى باسم كافر أو كافرة، فيحسن بالمسلم أن يتخير أسماء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الأسماء، فقال: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فأفضل ما تسمي به ابنك أو أخاك أو ولدك أن تسميه عبد الله وعبد الرحمن، أو عبدا لله جل وعلا، عبد العزيز، عبد الحميد، عبد الله، وهكذا يحسن ذلك ولا يتعين عليك. يقول السائل: هل يجوز للذي لا يفهم العربية أن ينوي بلغته؟ النية محلها القلب، ما يلزم أن يتلفظ من النية، وإنما إذا أراد أن يقول لبيك يقول لبيك بالعربية، وإذا نوى الحج أو العمرة أو الصلاة ينوي ذلك بقلبه، ولا يلزمه أن ينطق به شيء، ولا يحسن ذلك، لأن النطق بالنية محلها الكلام، الشعور بالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة،
يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه. إذا قال نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج أو نويت أن أصلي، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. يقول السائل: بين الأذان والإقامة هل تستحب قراءة القرآن أو الدعاء؟ كلاهما خير، عليك أن تدعو الله جل وعلا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، وتقرأ القرآن وتسبح وتهلل الله جل وعلا، فالوقت وقت ذكر وعبادة. إن قرأت شيئا من القرآن فحسن، أو سبحت أو ذكرت الله جل وعلا فحسن، أو قرأت القرآن فحسن، أو صليت فحسن، وهكذا يحسن بالمرء أن يستغل الوقت فيما ينفعه ولا يحصر نفسه على شيء من هذه العبادات. يقول السائل: هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ يحسن وقت الصلاة وقت الطواف أن ينظر خاشعا موضع سجوده، وقت الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، فإن نظر إلى الكعبة فلا بأس نظرة خاطفة ليرى أنه مستقبل القبلة، ليتأكد من استقباله للقبلة فلا بأس عليه. يقول السائل: يقول صلى الله عليه وسلم هن لهن إلى قوله حتى أهل مكة من مكة، السؤال: من أين يحرم أهل مكة؟ وهل هناك حديث آخر يخصص أهل مكة؟ قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، لما ذكر المواقيت، فالقادم إلى مكة لحج أو عمرة يحرم من أحد المواقيت، وإذا كان بمكة ساكن فيحرم بالحج من مكة ويحرم بالعمرة من خارج مكة. المكي إذا أراد العمرة عليه أن يخرج إلى الحل، كما أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل، فالمكي يخرج إلى الحل إذا أراد الإحرام بالعمرة ليجمع بالعمرة بين الحل والحرم. كل نسك لا بد أن تجمع به بين الحل والحرم، فأنت بالحج تحرم من مكة وتخرج إلى الحل، وفي عمرة تحرم من خارج مكة وتدخل مكة، وهكذا. يقول السائل: أنا من سكان مكة، هل يجوز أن أؤدي عمرة لوالدي من التنعيم؟ إذا كنت مقيم في مكة ورغبت في العمرة فعليك أن تخرج إلى الحل، سواء إلى التنعيم أو إلى غيره، أي مكان شئت تحرم منه من الحل فلا بأس عليك. يستحب للمؤمن أن يستغل وقته في طاعة الله جل وعلا، في الصلاة في أوقات تصح فيها الصلاة ليس فيها وقت نهي، أو طاعة الله والقراءة القرآن أو الذكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نفع المسلمين بما يستطيعه من نفع، أي نفع يستطيعه ينفع به إخوانه المسلمين فهو مأجور في هذا. فعلى المسلم أن يستغل الوقت في طاعة الله ويحرص على ذلك، والله جل وعلا يثيبه إذا حرص على ذلك ولو لم يتمكن منه. فالمؤمن ينوي الخير ويحرص عليه، إن قدر عليه فبها ونعمت، وإن لم يقدر عليه فالله جل وعلا يثيبه بنيته، فنية المؤمن للعمل الصالح يؤجر عليها، كما أن المرأة إذا نوى السوء وساء إلى إخوانه المسلمين فالويل له، وخاصة إذا كان في مكة، فهذا المسلمين في مكة متوعد فيه صاحبه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد، أي الحرم، من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. فإذا آذى الناس في المسجد الحرام أو زاحمهم أو سرق أموالهم أو أخذ من جيوبهم شيئا
فالويل له والويل له والعذاب الأليم والشديد في الدنيا والآخرة. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.